السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله، هل يرجع الجن إلى الجسد بعد خروجه؟ تابعونا حتى الأخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله هو موضوع هل يرجع الجن إلى الجسد بعد خروجه. لذلك إخواني أخواتي، هناك من يقول لبعض المصابين بأن عندك جن طيار ويذهب ويأتي ويخرج ويرجع إلى هذه الأمور، بارك الله فيكم. لنفرض أن نحن صدقنا هذا الإنسان الذي يقول بأن الجن طيار يدخل ويخرج، هذا الجن الذي سكن جسدي لمدة 20 سنة، ولما أتيت لترقيني قلت لي بأنه دخل وخرج، هذا العاشق الطيار أو هذا المس الطيار الذي سكن 20 سنة وخرج ثم بعد ذلك دخل بيوم واحد 24 سنة، هل هذا يسمى المس العاشق الطيار القديم أو مسا قديما؟ هل هذا المس إذا كنت أنت تلقي الناس صدقا أو كانت عندك تجربة، هل هذا المس العاشق الطيار الذي سكن في الجسد منذ 20 سنة، هل ستكون له قوة في الجسد والتحصين مثل قوة 20 سنة أو قوة 24 سنة؟ هل ستكون له قوة الجسد أو قوة في الجسد إذا كان هو 20 سنة أو إذا كان 24 سنة أو كان يوما واحدا 24 ساعة؟ لا أبدا، لا يمكن أن تكون له قوة، لأن قوة الأقدمية يعرف فيه مخارج الجسد ومداخله والوسواس وكيف يفكر المصاب وكيف يتكلم على شخصية المريض بدون أن يدري المريض بنفسه. المريض حتى بنفسه لا يدري هل هو الذي يتكلم أم العاشق. يعني في أثناء الرقية يتكلم الجن ويقول سوف أنتقم منه، سوف أعذبه، سوف أقتله، سوف يعني لن أترك له رزقا، لن أتركه يتزوج. حتى المريض بنفسه يقول هل أنا الذي أقول هذا الكلام؟ يعني يكاد المريض يسخر من نفسه ويقول أنا مريض نفسانيا، هذا الجن ليس الجن الذي يتكلم، أنا الذي أتكلم، عندي انفصام الشخصية، أنا من يتكلم على لساني. إذا كان المريض والجن يتكلم على لسانه يعني يشك في نفسه أنه هو الذي يتكلم، 20 سنة من المس يسلب المس العاشق شخصية المريض ويتكلم بشخصيته سواء كان رجلا أو امرأة، ولا يفهم هذا المس العاشق إلا من وفقه الله عز وجل، ويفهم أن الشيطان تكلم على لسانه إلا من وفقه الله. أما أغلب الناس يظن أنه مريض نفسيا وأن شخصيته منفصلة أو انفصام الشخصية أو غير ذلك من الأمور. لذلك ركزوا معي إخواني، أما الإنسان الذي دخله المس العاشق منذ 24 ساعة فقط، يعني يوم أو 3 أيام، سوف يشعر بأن شيئا دخله اليوم، وسيشعر بأن اليوم هذه 3 أيام ليس طبيعيا، بأن هناك شيء بداخله ليست طبيعية. وإذا تكلم فيه المس العاشق سيعرف أن هناك شيطان تكلم على لسانه، ليس لمدة 20 سنة ك3 أيام، هنا فرق كبير. وحتى المس العاشق لا يستطيع أن يخرج، ولو استطاع المس العاشق أو الجن طيار أن يخرج لخارج من المريض قبل أن يذهب إلى الرقية ويرجع فيه بعد ذلك، ولكن المس العاشق بعض الأحيان تقول له أخرج طاعة لله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، سوف أخرج طاعة لله، أنا تعذبت يا أخي، أنا كذا، سوف أخرج، وترفرف رجل المريض أو يده، ثم بعد ذلك يقول له الرقي سلامة بك إن شاء الله، لقد شفيت وقد خرج المس العاشق. ومن قال لك خرج المس العاشق؟ بعض الأحيان قد ينزل المس العاشق إلى الأصابع فقط، ويشعر الإنسان كأن هناك تنميل في كفه ويديه، أو كأن هناك سخونة، أو أن هناك تعرق شديد في يديه أو في الأقدام بعد انتهاء جلسة الرقية، أو تقل في الأقدام والساقين فقط، تقل خفيف، ويشعر المريض ويشعر في جسده كله، صدره، بطنه، أكتفه، خفة ونشاط، ما شاء الله ما شاء الله. ويبتعد المس العاشق الطيار المعذب العذاب الشديد، ينزل إلى الأقدام أو يبقى في الكفين والأصابع، ويشعر المريض براحة ما شاء الله. فإذا ذهب إلى بيته في اليوم الأول والثاني والثالث يرجع الضغط من المس العاشق عليه، فيضيقه العذاب الشديد بعد تلك الرقية المباركة، ويقول يا راقي لقد أصبحت متعبا مرة أخرى، أظن المس العاشق رجع إلي. ويظن المريض أن المس، وقد يقول له الراقي أنه لم يخرج إذا كان
من الناس الذين يعرفون في هذه الأمور جيدا، أو قد يقوله لقد ذهب العاشق الطير ورجع إليك لأنك لم تصلي بالأمس بالعشاء أو كذا وكذا. نعم قد يرجع المس العاشق إذا الإنسان لم يصلي الصلوات الخمس كلها في يوم لم يصلي فيه، قد يرجع المس العاشق، ولكن ما يرجع المس العاشق بصلاة واحدة إذا لم يصلي الإنسان، لأن ذلك ليس بالسهل أن يتعذب العاشق وسكن في مدة 20 سنة ويتعذب عذبا شديدا ثم يرجع لأن المريض لم يصلي صلاة واحدة. وإن كان التحصن يضعف بأن الإنسان لم يصلي صلاة واحدة، ولكن لن يرجع بهذه السهولة كي يتعذب مرة أخرى ويعرف بأن المصاب سيذهب به إلى الراقي. لذلك حتما بإذن الله تبارك وتعالى العاشق يبقى في اليدين الطيار أو الغواص، فإذا لم يخرج بإذن الله تبارك وتعالى، فإذا أردت أن تكتشف هذا المس العاشق خرج من اليدين أو لم يخرج، فعليك أن تضغط على أظفارك وتقول للراقي اضغط على أظفاري، فإذا ضغط عليك الأظفار وتألمت أو شعرت بالألم في جسدك فاعلم أن العاشق لم يخرج، أو حتى كذلك في الأرجل. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.